For us, this is the name of it. Amis du Maroc. Yes. Yes. Yeah, Friends of Morocco. I'm retired dentist, and I fell in love with Moroccan people a long time ago. So I retired and I came to Morocco, and I'm helping dental student. As I opened a small dormitory for dental students, and while doing the work, I can see I have many friends in California and the East Coast of United States, and I invite them to help Moroccan people. So this is one of the way. دكتور دانتيست متقاعد طبيب أسنان متقاعد تقاعد وفتح مدرسة وكيعلم فيها التلاميذ الطب ديال الأسنان وهو وقع في حب ديال المغاربة وجا المغرب على قبل باش يعاونهم. Actually I'm retired so I don't give any jobs but the thing is I provide a dormitory for the dental student and then until they graduate dental school I provide their lodgings and maybe I can give them some seminars, dental seminars, and I'm helping with other NGO like Vision Care, that is eye surgery team. Yeah, so I help them just like since I am here as a retiree, so I have a plenty of time to help people. بصفته أنه متقاعد كيعاون الناس فتح مدرسة وكيعلمهم فيها وهو جا المغرب هنايا باش يعاونهم رغم أنه متقاعد كيقدر يقدم بعض المساعدات ليهم حيت عنده واخا عنده أصدقاء في كاليفورنيا وفي أذر بليس يعني في اليو إس إي كيجي المغرب وكيعاون الناس المغاربة حيت كيبغيهم ديال بصح. There's medical, dental, and acupuncture, and physical therapy treatment. But at the same time, we try to visit a primary school to give them some dental prevention program. And we'll do some like sunglasses and the magnifying glasses and some football balls. And provide something, make the local community people happy. Yeah, so we brought some present for them. الوخز بالإبر كيديروا الوخز بالإبر وفحص شامل للجسم فحص شامل للجسم الحجامة وفي نفس الوقت كيبغيو يدعموا الناس هنايا وغيمشيو للمدرسة الابتدائية باش يديروا لهم تقويم تماك. I'm not professionally doing it, so I'm not sure if I can do it right now or not, but I have a great friends here. That's why I keep coming to the same place to help people around here. So if I have a chance, yes, but I don't know if I can do it or not. كيقول بلي هو كاع ما متاكد انه غيبقى يجي يمشي يقدر يمشي لبلايص اخرين في المغرب ولكن هو كيجي هنا حيت عنده بزاف ديال الاصدقاء هنايا وكيبغي انه يعاونهم لكن كيجي هنا ولا تحت ليه فرصه انه يمشي لبلاصه اخرى في المغرب غادي يمشي الى بغى. اخوكم عبد الكريم فتح كاتب عام جمعيه السلام للتضامن والتنميه بمعتا ولاد عزوز اقليم النواصر. هذه المناسبه هي مناسبه قافله طبيه متعدده التخصصات يشرف عليها طاقم كوري امريكي ذو جنسيه امريكيه. هذه المرحله النسخه الثالثه، النسختين السابقتين اللي عرفوا نجاح يعني كبير، حوالي استفدت حوالي يعني واحد الالف ديال الناس يعني في النسختين السابقتين، فهذه النسخه الثالثه ان شاء الله تمنينا اننا نحصلوا على رقم ديال الالف يعني نعوضوا الفتره اللي ما خدمناش فيها ديال فيروس كورونا اللي كتعرف بان القافله توقفات لمده 4 سنين واليوم العوده ديالها ان شاء الله بغينا نحققوا واحد الرقم ديال 1000 مستفيد يعني في التخصصات يعني الطب العام الوخز بالابر التطبيب
طب الأسنان ومع الترويض مع توزيع الأدوية. المناسبة يعني كنت منا إن شاء الله أن نكون عند حسن ظن الساكنة، كنت منا إن شاء الله هذه القافلة في العام الماجي إن شاء الله أن تعمم وتعمم عن إقليم نواصر إن شاء الله بصفة عامة، ولما لا لما تكونش يعني في مدينة الدار البيضاء والمغرب عامة إن شاء الله. للتذكير فهذه القافلة هذه عندها محطات يعني كتجول إفريقيا بصفة عامة، ففي المغرب فكتجي لهذا المكان بالضبط يعني دوار معتا إقليم نواصر، ومن بعد إن شاء الله غتشد الرحال ديالها للدول الإفريقية. ومن حسن الحظ ديالنا حنا كجمعية السلام يعني كنتشرفوا بهذه القافلة هذه، وإن شاء الله نتمنى نكونوا عند حسن الظن الساكنة والمستفيدين، وكنشكروا يعني كل المساهمين اللي ساهموا معنا في هذا يعني في هذا النشاط من سلطات محلية، من درك ملكي، من وقاية مدنية، من هلال الأحمر، من يعني جميع المكونات اللي ساعدونا في هذا الإطار هذا. وإن شاء الله كنتمنوا التوفيق، ونتمنوا يعني اليوم غدا إن شاء الله يكون أحسن من اليوم، ونهار الحد يكون يعني الختام يكون أحسن من هذه الأيام السابقة. وتحية لكم، كنشكركم تحت ثم جريدة أنفاس، فتحية لكم.